حسام، وزي ما قلت لكم جماهير النادي الاهلي دي تاج على الرؤوس. لولا جماهير النادي الاهلي وعمود فقري، وعمود فقري هو ده اللي احنا بنقوله دايما، جماهير النادي الاهلي هي جزء كبير من بطولاته، وهي دي الحقيقه. بتروح نجوم وتيجي نجوم وجيل يحقق بطولات وجيل تاني يجي يحقق بطولات، لكن جماهير الاهلي في المعاد موجوده. جماهير الاهلي كلها بجروباتها باساميها بكل من اصغر واحد لاكبر واحد، انتوا تاج على الرؤوس، انتوا شرف ما بعده شرف. هنساندكم، هندعمكم طالما بتروحوا المباريات تشجعوا بكل قوه وتقفوا جنب النادي الاهلي. طالما بتروحوا في المواقف الصعبه بترفعوا راسنا وتساندوا في وقت حتى الناس مش عايزينكم تحضروا التدريبات. عشان ابقى امين، المعلومات كلها كانت عندنا. وكان في تخوف، هي دي الحقيقه وصدقونا. اللي كان في تخوف العدد يبقى كبير جدا وتتلغي التدريبه، والنهارده تدريبه مهمه جدا، هي دي الحقيقه. عشان كده ما رضيناش نتكلم في الموضوع، لكن كنا عارفين بالتنسيق مع الكابتن حسام، مع المدير التنفيذي داخل اللواء شيرين شمس، مع مجلس اداره النادي الاهلي، اللي الجماهير كانت هتحضر. والامور كلها كان لازم يبقى فيه هدوء، لكن لقينا على طول البعض الحق مفيش جماهير، مفيش جماهير، مفيش جماهير، لا مش في، محدش يروح عشان هيبقى في حبس، هيبقى في ضرب، هيبقى في، الامور ما بتمشيش كده. الامور ما بتمشيش كده، التخوف الوحيد في اللي هو الجماهير، يجي عدد كبير جدا يبقى العدد ينزل ارض الملعب زي شفنا موقف كتير جدا، فبالتالي التمرين هيتلغي، ولما يتلغي التمرين لازم نفهم اللي فيه لعيبه لسه ما شافتش جماهير الاهلي، فهيحصل ضغط، ده طبيعي جدا. ولكن النهارده خلينا نتكلم في الايجابيات، منظر مشرف، بتساند فرقتك، رسائل موجوده من جماهير النادي الاهلي لكل اللاعبين والجهاز الفني، ولا صوت يعلو فوق صوت الترجي، مباراه الترجي. ده اللي احنا شفناه، وده الكلام المحترم. ودي جماهير الاهلي الوفيه، ودي الجماهير اللي لما انا قلت مليون مره، جماهير الاهلي في المدرج في امور كتير جدا هتختفي، صدقوني بخبره سنين طويله. في ناس مش عاجبها، في بعض الصفحات مش عامله نفسها مش واخده بالها. في الساعتين اللي حضر فيهم الجماهير ناس اختفت، ناس كتير والله اختفت، كانت بتقاتل، بتقاتل للجماهير ما تبقاش موجوده، مش فاهم ليه. مش فاهم ليه. يا جماعه هو جمهور النادي الاهلي من امتى هيدخل التتش ويضر فرقته؟ من امتى؟ عشنا عمر كبير جدا كان فيه كل ربع ساعه بطوله. الاهلي ما كانش ياخد جايين من اليابان وجماهير الاهلي، وكنا الخامس اول مره وجماهير الاهلي راحت تستقبلك. هي دي عظمه جمهور النادي الاهلي. ده العالم كله بيحسدنا على جمهورنا. اصحاب الفتن مش عايزين جمهور النادي الاهلي موجود، حاجه صعبه وحاجه امور صعبه جدا جدا، لكن كانوا في الميعاد. انا بشكر كل واحد راح كان موجود في الشمس النهارده من بدري، في ناس راحت من الساعه 1 واقفه. رحتوا ورافعين راسكوا، رحتوا ورافعين راسكوا، لان جمهور الاهلي عمره ما بيدلدل راسه ابدا. انتوا تاج على الرؤوس مره تانيه، وشرف لينا كلنا اللي عندنا جمهور بالشكل ده، محترم محترم، بيساند جهازه الفني وبيساند لعيبته. ده الجمهور ده اعظم جمهور فريق في الكون، هي دي الحقيقه. تعالوا نروح ونشوف مع بعض بسرعة الرسائل بتاعت الجماهير للاعبين، لأن مهم جدا اللاعبين تبقى في المشهد. مهم جدا اللاعبين تبقى في المشهد. نروح الأول هتاف سريعا كده، ناخد هتافات الجماهير معانا ونشوف الرسائل اللي وجهوها والكلام الجميل والتشجيعات اللي احنا مستنيين. نروح نشوف روح الفانيلا الحمراء، اوعوا تنسوها. نروح اتفضل. Yeah.
الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، اللون الاحمر رمز البطوله. الرساله دي لمين؟ للاعبين. العب بروح، قاتل جوه الملعب، اعمل اللي عليك، كلنا هنسقف لك، والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس اجتهد واتعب وقاتل واسمع صوت جماهيرك قالوا ايه كمان. الرساله الثانيه اتفضل. الرسالة الثانية للاعبين، اسمع صوت الناس، العب بحماس. زي ما انا قلت الحلقات اللي فاتت، كور مشتركة بمنتهى القوة، مأذيش زميلي اللي هو من فرقة الترجي، وقاتل على كل لعبة مشتركة. هو ده الحماس، الرجولة في الأداء، الأداء الجماعي بس بهدوء مش بتهور، لأن احنا محتاجين إن احنا نكمل المباراة ما يحصلش أي طرد، ودي نقطة مهمة. نروح نشوف الرسالة الثالثة. افريقيا يا ابطال، بجد مش هزار، رساله مهمه جدا جدا. ممكن يبقى هتاف في المدرج، ولكن دي رساله واضحه، وبنتكلم بحكم اللي في يوم الايام لعبنا مع الجماهير وفاهمين. ممكن تبقى بانر يوصل لك الرساله، لكن هو جاي حتى البانر ما رفعهوش عشان يبقى ملتزم. تخيلوا افريقيا يا ابطال، لازم كل لاعب في تاريخك يبقى مكتوب افريقيا واحد واثنين وثلاثة واربعة، لانك بتلعب في الاهلي، لانك بتلعب في الاهلي. ما ينفعش بلعب كده يبقى زي اي نادي، لكن رصيدك اللي في البنك الحقيقي اللي كل بعد لما ربنا يا رب يطول كل عمر اللعيبة في الملاعب، لكن لما هتلاقي الناس بتستضيفك في كل مكان بعد لما تبطل، الحاصل على خمسة افريقيا واربعة افريقيا وثلاثة افريقيا، فبيقول لك افريقيا يا ابطال بجد مش هزار، ودي كانت رسالة مهمة جدا. نروح نشوف الرسالة اللي بعدها. العب والله يخليكم، جمهوركم بيناديكم. العب، اجتهد. وهرجع اقول جمله تاني، والله وانا بتابع التدريبات على شاشه النادي الاهلي قلت لكم وهفضل اقول، الواحد عنده تشبع سنين طويله كلها بطولات وانجازات مع جيل محترم وجيل عظيم للنادي الاهلي، مع اجيال مكمله اكيد، بس انا بتكلم على التوقيت اللي انت شفت فيه كل حاجه. اول مره من ساعه لما اعتزلت جمهور عايز البس فانيله النادي الاهلي وانزل التدريب. العاب الله يخليكم، جمهوركم بيناديكم. ده تسمعها ابقى عايز الماتش المفروض بعد نص ساعه عشان اقول له لا انا لعبت وهقاتل والنتيجه بتاعت ربنا. نروح نشوف الرساله الاخيره اتفضل. Yeah.
ودي بالنسبه لي اهم رساله. جمهور الاهلي كبير، الكره للجماهير. والبعض شكك في جمهور الاهلي قبل ما يروح، والبعض قال، والبعض اللي جري على الفيسبوك والمواقع اشتغلت على طول. ما هي في دايره كده، ربنا ان شاء الله هيخلصنا منها قريب. مش عايز الجماهير تبقى موجوده باي طريقه، وهي دي الحقيقه. ولما اتكلم الكوره للجماهير، هي فعلا الكوره للجماهير، مش للبرنامج ده بالمناسبه انا اولكم، ولا للمواقع ولا للبرامج ولا لاي حاجه خالص، ولا الانتخابات ولا مش عارف ايه. الكوره للجماهير، لان اساس كره القدم المتعه، عشان الكل يستمتع والكل يبقى عنده انتماء. هو ايه الثقافه ما بيننا وما بين بره؟ بره من هو عنده سنتين بيتولد الطفل بيلبس تيشيرت مانشستر، بيلبس تيشيرت ريال مدريد، بيلبس تيشيرت برشلونه. فلما يبقى عنده 15 سنه و10 سنين الانتماء عنده بيزيد. لكن هنا بتموت في شباب، ولا يا عم انتماء ايه وكوره ايه، دول رايحين يلعبوا. انا في فيديوهات تانية شفتها قبل ما ادخل الحلقه، والجمهور خارج والنظام والانضباط وماشيين بيهتفوا افريقيا يا اهلي في الشوارع المحيطه اللي جنب النادي الاهلي. ليه مش عاوزين جماهير؟ كلمنا مره واثنين وثلاثه ومليون، مسؤولين طلعت قالت لنا بقالنا 5 سنين. جميل قوي السيناريو قبل الدوري باسبوعين، الجماهير هترجع في خلاص الدوري، يقول لك لسه يا جماعه ظروف استثنائيه بس، والدوله يعني بنحاول لسه بنبني نفسنا. نيجي في الترانسفير بتاع نص السيزون يروح جاي قايل لك لا الدور الثاني يا جماعه خلاص نوعدكم هيبقى فيه 5000 يتلعب الدور الثاني. طب خلاص هنجرب ماتشات المنتخب، وبعد ماتشات المنتخب او المباراه الافريقيه ندخل جماهير. انتوا بتدخلوها اجباري اساسا، لان الاتحاد الافريقي مش هينفع تتلعب بدون جماهير. اضحكوا على مين؟ ادي دي جزئيه. يجي وهكذا وهكذا وهكذا، بقى لنا 4 سنين على الوضع ده. طب حتى الافكار اللي اشتغلوا عليها يرجعوا الجماهير، يقول لك ندخل الطلاب. هو مش الطالب ده اللي اتهمتوه اللي هو فاشل وبيجيب الفلوس منين عشان يسافر؟ ما ده الطالب اللي بيسافر. ده الحلول عندهم من وجهة نظرهم، مع الإعلام المساند اللي معاه لو ما عندوش أفكار غير تمام يا فندم. طيب إيه كمان؟ إيه الحلول؟ الحلول اللي أنت تقعد تتفرج في التلفزيون وهنشوف هنحاول ندخله. طب أقول لكم على حاجة، هنحاول بـ2000 والأندية الجماهيرية ما تبقاش موجودة، يعني نبعد الجماهير، الأندية الجماهيرية. يا جماعة بيعملوا اجتماع، أنا بصارحكم أهو على الهوا، عارفين آخر اجتماع حصل فيه اللي قعدوا مع بعض عشان ياخدوا قرار بعوده الجماهير؟ عمل انديه الشركات رفضت، جايبينهم في القعده. طب ما الطبيعي ما عندوش جمهور فهيقول لا مش عايز، لان الانديه الجماهيريه اساسا انحصرت. بنتكلم 6 7 انديه. عايزين نشوف المنصوره في الدوري الممتاز، هنشوف المحله من تاني، كل الانديه الجماهيريه ترجع تاني. لكن في ظل الاموال الصعبه الانديه دي اختفت. وكمان حتى اللي موجود مش عارف تدخل جمهورك. الاهلي العظيم الكبير جمهوره العظيم ده محروم انه يحصل مدار ويتامر عليك 20000 15 لا 12 لا 6 لا في كده.